Justice is served. زبون لمتجر بقالة يحبط عملية سطو المسلح في فلوريدا. تلقى نيلسون أكثر مما كان يتوقع بعد أن دخل متجر بقالة منوحا بمسدسه ومهددا الزبائن بالقتل ما لم يسلموهما بحوزتهم من مال. ولكن بدلا من أن يعود اللص جوفون مورس ريدك إلى البيت ممتلئ الجيوب، تلقى عدة ضربات على الرأس والوجه، على ما يبدو أن مورس عبث مع الأشخاص الخطأ. لقد تم اعتقاله ذلك اليوم بتهمة حيازة مسدس وتهديد حياة الآخرين. أما الزبائن الشجعان فقد خرجوا من المعركة ولم يصب أحدا بأذى، حمدا لله على سلامتكم يا شجعان.